الذاكرون. اللذة التي يجدونها في الذكر لا توجد في الدينار والدرهم وفي هذه الشهوات الهابطة في الحياة. شنو قيمة هذه الشهوات؟ هذه شهوات هابطة، الدينار والدرهم والمرأة وما أشبه ذلك. هذه هي اللذة الكبرى، وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعته. هذان شيئان أنعم الله بهما علينا، الذكر اللفظي أولاً أينما كنت، عندما تقول يا الله تشعر بباطنك يتطهر. إذا ما كان عندنا ماي عش أسبوعاً واحداً، شلون البدن يتوسخ، الروح أيضاً تتوسخ. يا الله يا فتاح، هذه الكلمات تطهر الباطن وتنظف الباطن. والشيء الثاني في المواقف عند المعصية وعند الطاعة، تذكر الله تعالى فتقف.